عليكم، مرحبا بكم طلاب في محاضرتنا لليوم هيموفلاجيليتس انكلود ان ليشمانيا اند ترايبونوسوما او ما يعرف بالصوتيات الدمويه. ناتي اولا الكلاسيفيكيشن فايلوم ساركوماستيغوفورا كلاس زوماستيغوفورا اوردر كاينيتوبلاستيدا فاميلي ترايبونوسوميدي. This family donates flagellate that live in blood or tissue of a human. There are two genus, Leishmania and the Trypanosoma. Both of them have the same life cycle. It needs to intermediate and definitive host. هذه الجينس التابعة لعائلة الترايبونوسوميدي، هذه تتميز الجينس التابعة لهذه العائلة بوجود الأصوات التي تعيش في الدم وأنسجة الإنسان. وكلا الجنسين تقريبا متشابهين في دورة الحياة ويحتاجان إلى عائل أو مضيف نهائي ومضيف ناقل. نأتي أولا إلى جينس الليشمانيا وأبرز السبيشيز التابعة لهذا الجينس والمسبب للأمراض. ليشمانيا تروبيكال، ليشمانيا ميجر، ليشمانيا تيوبيكال، ليشمانيا مكسيكان، سبب لنا مرض كيوتينيوس ليشمانياسيس. ليشمانيا برازيليانسيس تسبب الميكروكوتينيوس ليشمانياسيس. ليشمانيا دونوفاني، ليشمانيا فاتم، ليشمانيا شيكازي تسبب الفيزرال ليشمانياسيس. important species ليشمانيا تروبيكال، ليشمانيا برازيليانسيس، ليشمانيا دونوفاني. سوف نأتي إلى هذه species بالتفصيل. introduction ليشمانيا is obligate intracellular parasite that pass their life cycle into hostes. They mammalian hostes and they insect vector female sandfly. In human, it multiply within macrophage in which it occur the Leishmania form, a mastigote form. In the sandfly, it occur in the leptomonad form, promastigote form. Leishmania is the second largest parasitic killer in the world after malaria and is the endemic in many parts of Africa, Asia and South America. ليشمانيا طفيلي إجباري التطفل، يعيش داخل الخلايا وهو يتم دورة حياته في طورين ويحتاج إلى عائل نهائي وعائل وسطي يتمثل بحشرة ذبابة الرمل. وهذا الطفيلي يوجد في الإنسان ويتكاثر ضمن خلايا الماكروفيج ويوجد بالطور اللاصوتي أو ما يعرف بالليشمانيا فورم أميستيغوت فورم. أما عندما يوجد في الوصل العائل الناقل أو المضيف الناقل فهو يوجد بشكل الليبتومونات فورم أو ما يعرف بالبروميستيغوت فورم أي الشكل الصوتي. الليشمانيا تعتبر ثاني طفيلي مسبب للوفيات في العالم بعد الملاريا، وهو يستوطن في العديد من أجزاء أفريقيا وآسيا وجنوب أمريكا. مورفولوجي يحتوي على two stages مثل ما ذكرنا، ليشمانيوفورم and برومستيغوت. والبرومستيغوت أو الفلاجيلر stage اللي هو الليبتومونات يحتوي على صوت ويكون متطاول الشكل، بينما الشكل الكروي أو البيضوي فهو يتمثل بالليشمانيوفورم. ويوجد الامستيغوت فورم يوجد في داخل الإنسان. Morphology Leishmania stage mastigote form is a void or rounded cell, two nuclei, the size of parasite about 2 to 4 micron, smells stained with a gimze or right stain, show a blue cytoplasm, the large oval or rounded nucleus is stained red. Leptomonad stage promastigote is long, spindle is shaped cell 15 to 25 micron long, carrying a single flagellum 15 to 30 micron in length. الشكل أو الطور الأول الليشمانيوفورم اللي هو طور اللاصوتي يكون مثل ما ذكرنا بيضوي أو كروي الشكل، يحتوي على نواتين إحداهما كبيرة وواضحة وتقريبا حجمه من 2 إلى 4 مايكرون. عند حصولنا على مسحة من هذا الطفيلي وتصبيخه يظهر السيتوبلازم باللون الأزرق والنواة باللون الأحمر. أما الليبتومونال ستيج أو الطور الصوتي فهو يظهر مغزلي الشكل، طوله تقريبا من 15 إلى 25 مايكرون ويحمل فلاجيلوم
وحيد وطوله ايضا من 15 الى 30 مايكرو. ناتي اولا الى سبيشيز التابعه لجينس الليشمانيا، الليشمانيا تروبيكا، المسبب للكيوتينيوس ليشمانياسيس او ما يعرف بالليشمانيا الجلديه. Geographical distribution oriental sore is endemic in Africa, Asia, Europe and South America, in Arab countries Syria and Iraq. Transmission this occurs two ways. One, a bite of infective intermediate host sandfly Philip Thomas. Two, direct contact with the active lesion. التوزيع الجغرافي لهذا الطفيلي يكون في مستوطن في أفريقيا وآسيا وأوروبا وجنوب أمريكا، وكذلك يوجد في الأقطار العربية في سوريا والعراق، ويعرف أيضا في القرحة الشرقية أو الحبة الشرقية. ينتقل عن طريقين، أما بواسطة عضة حشرة مصابة واللي هي ذبابة الرمل مثل ما ذكرنا اللي تسمى فيليب توماس، أو عن طريق الاتصال المباشر بالشخص المصاب وانتقال العدوى. Life cycle. The sandfly will soak a blood of infected patient where it takes a mastigote form. Within 2 days, a leishmania form will be changed into leptomonade form, promastigote, by binary division. By the end of the fifth day, the stomach of the fly become flooded with leptomonade. بداية الخطوة الأولى، عندما تتغذى الحشرة على الدم تقوم بأخذ الشكل الغير مصوت الامستيغوت فورم عن طريق تغذيتها على دم الشخص المصاب، فتأخذ الشكل الغير مصوت، ومن خلال يومين يتحول الشكل الليشمانيا فورم الشكل الغير مصوت إلى الليبتومونات فورم الشكل الصوتي بواسطة انقسام الثنائي في داخل معي الحشرة. في نهاية اليوم الخامس تكون معي الحشرة ممتلئ بالليبتومونات أو الطفيلي المصوت، وينتقل في اليوم السابع إلى ينتقل at the seventh day ليبتومونات migrate to esophageal cavity of the fly. At the tenth day the mouth will be infective. The sandfly will vomit, not inject the leptomonads to the small wounds caused by the bite. في اليوم السابع سوف يهاجر هذا الطفيلي المصوت من معي الحشرة إلى التجويف البلعومي، وفي اليوم العاشر سوف يكون فم الحشرة معدي وجاهز للإصابة. عندما تتغذى على شخص سليم تقوم بطرح هذه الطفيليات المصوتة في داخل الجرح الناتج من عضة الحشرة، وبذلك تحدث الإصابة. The leptomonad will invade the reticuloendothelial tissue of the skin and be changed into a void leishmania form intracellular. After time, leishmania will multiply and porous the phagocytes to invade a new tissue and discharge a new generation. Reservoir hosts dogs, gerbils, and some wild rodents. عندما يدخل الشكل المصوت من الطفيلي الليبتومونات إلى داخل الجسم، سوف يقوم بمهاجمة الأنسجة الطلائية البطانية الشبكية للجلد، وسوف يتحول سريعا من الشكل المصوت إلى الشكل الليشمانيا فورم أو الشكل اللا صوتي انتراسيلولار داخل الخلايا، داخل خلايا الفاغوسايتس. بعد وقت قليل هذه الأشكال الليشمانيا سوف تقوم بالتكاثر عن طريق الانقسام، وبذلك تملأ خلية الفاغوسايتس مما يؤدي إلى انحلالها وانفجارها لتصيب لانتشار هذه الطفيليات المتكاثرة وإصابة أجزاء جديدة وبداية أجيال جديدة. أما العائل المخزن لهذا السبيشيز فهو الكلاب وبعض القوارض البرية. هذا مخطط يوضح دورة الحياة بالنسبة للليشمانيا تروبيكا، وهو تقريبا متشابه في كل السبيشيز التابعة للليشمانيا.
اولا ساندي فلاي تيكس بلود ميل، تاخذ وجبه دم عندما تتغذى على الشخص السليم، فتقوم بطرح البروماستيجوت ستيج. عندما يدخل البروماستيجوت ستيج راح يتعرض الى خلايا الفاجوسايت وتقوم بابتلاع خلايا الماكروفاج، فيتكاثر داخلها ويتحول من البروماستيجوت اي من الطور الصوتي الى الطور اللا صوتي، يتحول الى الامستيجوت او الليشمانيا فورد. عندما تتكاثر باعداد كبيره سوف تقوم بتحليل خليه الماكروفاج وتسبب انفجارها، مما يؤدي الى انتشار الطفيلي في الجسم. عندما تاتي الحشره مره اخرى للتغذيه على دم الشخص المصاب، سوف تقوم باخذ الليشمانيا فورم، وفي داخل معي الحشره سوف يتحول من الطور الليشمانيا فورم او الغير مصوت الى الطور المصوت، وعند اكتمال التكاثر في داخل معي الحشره تصبح جاهزة للهجرة من المعية الحرة إلى التجويف البلعومي وإلى الفم، وبذلك تصبح الحشرة ناقلة للمرض. عندما تتغذى على شخص على دم شخص سليم تقوم أيضا بطرح الطفيلي، وهكذا تتم دورة حياتها من جديد. Pathogenesis. When the bite of an infected sandfly liberates broadmastigots into skin. They parasite broadleafed as a mastigot in the macrophages and endothelium of the capillaries and other small blood vessels of the immediate area. Lysis of the mastigots occur following activation of the macrophages by sensitized lymphocytes. عندما الحشرة المصابة تقوم بعض الشخص وطرح البروماستيجوت سوف تقوم بمهاجمة الجلد وتقوم بانتشار البروماستيجوت أو الشكل المصوت، وعندما تنتشر هذه الطفيليات المصوتة تتحول سريعا إلى الأمستيجوت أي الشكل الليشماني ليشمانيا فورم، وتقوم بمهاجمة الاندوثيليوم of the capillaries، يعني تقوم بمهاجمة بعض الأوعية الدموية وبعض المساحات المجاورة لمكان الإصابة. فيما بعد يتم تحلل الماكروفاج عندما تدخل هذه الخلايا إلى داخل خلايا الماكروفاج، فتقوم بالتكاثر مما يسبب تحلل الخلايا. Diagnosis of cutaneous leishmaniasis. Diagnosis is by microscopic demonstration of the amastigote form in material obtained by puncturing the edges of the lesion. بداية التشخيص نقدر نشخصها بالمايكروسكوب عن طريق أخذ مسحة أو قشط بسيط إلى منطقة الإصابة، وكذلك نستطيع زراعة العينة المأخوذة من التقرح في وسط الـ NN media أو ما يعرف بالنوفي نيكول مكنيل. The organism will be taken from the ulcer. أيضا نستطيع زراعتها على هذا الوسط والحصول على الكائن من القرحة من الشخص المصاب. ليشمانيا برازيليانسي أو برازيليانس ميوكوكوتينيوس ليشمانياسي اللي يسبب لنا التقرح الجلدي المخاطي. جيوغرافيكال ديستريبيوشن سنترال اند ساوث امريكا، امريكا ليشمانيا. مورفولوجي لايك ليشمانيا تروبيكا اوف تو ستيج. نوت اول كاركترز ار لايك اوف ليشمانيا تروبيكا. They mucocutaneous in addition to skin lesion usually occur at junction, for example around mouth, nose, pharynx, ears, forearms and legs. Diagnosis as Leishmania tropica. توزيع الجغرافي لهذا السبيشيز أيضا موجود في وسط وجنوب أمريكا ويعرف بالليشمانيا الأمريكية. هذه الليشمانيا تسبب لنا مثل ما ذكرنا
التقرح المخاطي الجلدي، فهي تتشابه تقريبا في دورة حياتها بالليشمانيا اتروبيكا، بالإضافة إلى مهاجمة الجلد فهي تقوم بمهاجمة الأجزاء المخاطية مثل الفم والأنف والبلعوم، وكذلك تحدث إصابة في الأرجل والأذرع، وتشخيص مشابه لتشخيص الليشمانيا اتروبيكا. ليشمانيا دونوفاني فيزرال ليشمانياسيس. It causes the visceral lesion which is now as Kala-Azar or Dum-Dum fever. Geographical distribution, it is endemic in far east Central Africa, South America. Morphology, it is of two stages, Leishmania and Leptomonad, which are similar to Leishmania tropica, but they are able to invade all reticular endothelial system all over the body. هذه السبيشيز التابعة لجنس الليشمانيا دونوفاني يسبب لنا الليشمانيا الحشوية أو الليشمانيا اللي تصيب الأحشاء أو الأورغانس الداخلية، يعرف بالحمى الدمدم أو كلا أزار، والتوزيع الجغرافي لها أيضا تستوطن في الشرق الأقصى وفي وسط أو مركز أفريقيا وجنوب أمريكا. والشكل أو المورفولوجي أيضا يحتوي على two stages الليشمانيا فورم and leptomonad فورم، وهي مشابهة في دورة حياتها للليشمانيا تروبيكا، ولكنها تكون قادرة على إصابة الأحشاء الداخلية للجسم. Transmission, it is transmitted by sand fly. Life cycle as in life leishmania tropica, but it form generalized affection of the liver, spleen, intestine, bone marrow, kidneys, nasopharynx with mucus product discharge containing the leishmania. The skin may be just scalds or nodules. Reservoir host, the dog is the main reservoir host. أيضا هي تنتقل بواسطة حشرة ذبابة الرمل، وهي مشابهة لدورة حياتها لدورة حياة الليشمانيا تروبيكا، ولكنها مثل ما قلنا تستطيع إصابة الأحشاء أو الأعضاء الداخلية مثل الطحال والكبد والكلى ونخاع العظم والأمعاء وغيرها، وتنتج منتجات مخاطية بالإضافة إلى احتوائها على الليشمانيا، وكذلك أصابة الجلد بشكل يظهر بشكل حراشف تقرح حرشفي الشكل. وهذه الليشمانيا تكون الكلاب من أبرز العوائل أو المضيف الخازن لهذه النوع من الليشمانيا. Diagnosis of visceral leishmaniasis. Leishmania dunovani. The clinical picture as fever, hepatomegaly, cyanomegaly, lymphadenosis. Microscopically, the material collected are peripheral blood, bone marrow aspirate, spleen aspirate. Smears are stained by Ginza leishmania or Wright stain. A misty goat within macrophage. تشخيص الليشمانيا الحشوية ليشمانيا دونوفاني يتم عن طريق الأعراض السريرية مثل الحمى والتهاب العقد اللمفاوية وغيرها من العوامل، وأيضا عن طريق الميكروسكوب عن طريق أخذ الدم عينات الدم أو عينات من نخاع العظم أو عينات من الطحال، والتصبيغة بالصبغة المناسبة مثل صبغة جنزة أو ليشمان، والعثور على الطفيلي في هذه العينات بشكل الأمستيغوت ضمن خلايا الماكروفاج. Culture mostly on NNN media. كذلك the serological test include ELISA, immunofluorescence, counter immunoelectrophoresis, complement fixation test. أيضا نستطيع إجراء الاختبارات السيرولوجية للتأكد من وجود الطفيلي. Treatment liposomal amphotericin B, amphotericin B deoxycholate والميليفوسين والبارومايسين.
إلى هنا انتهي الجزء الأول من محاضرتنا، شكرا لإصغائكم.